مع بداية كل سنة جديدة بيحط كتير مننا قائمة بأهداف كتير قوي عايز يعملها، اللي عايز يرجع الجيم، واللي عايز ياخد كورس في حاجة معينة، واللي عايز يحوش عشان يجيب حاجة محتاجة، وغيرها وغيرها من الأهداف. ولكن كالعادة بنلاقي نفسنا ما بنعملش أي حاجة خالص، ومع مرور الأيام بنلاقي نفسنا فقدنا الشغف تجاه كل الأهداف اللي كنا حاطينها. وتعدي سنة وتيجي سنة جديدة نحط فيها قائمة أهداف جديدة ونعيد نفس الحكاية من الأول.